جمال السعداوي وناس الدغيدي واسلام بحيري وكل اللي عاوز الشارع على الدين. اسلام البحيري كل الشارع على الحس ماله اسلام البحيري؟ اسلام البحيري ده انسان كل اللي بيصدر من فمه ليه؟ ده اجتهاد. هل حضرتك عايز تقفل باب الاجتهاد؟ ده ما يجيش. مين انت؟ ثواني مين انت تتكلم في البخاري ومسلم؟ ثواني انا هقول لك اهو، انا هقول لك وجهه نظر ورد عليها. نظر مين؟ اسلام. ده مراته سابته عشان طلعته عشان ما بيقرف. هو مراته خلعته عشان بيخرب. هو حر، هو مراته، هو كل ولسه واحد ما كان عليه قضيه نصب. ثواني، هو كل واحد اتطلق، كل واحد مش اتطلق. المفروض اللي يتكلم في الدين ده يبقى يلتزم بيه. هو حضرتك مش هتسيبني اتكلم؟ اسيبك تتكلمي في ايه يا استاذه رولا؟ يا استاذه رولا اقتنعوا بس بالكلام يا استاذه رولا. ده وان واي، ده حضرتك ماشي وان واي. مش وان واي، هي الدنيا ما تمشيش وان واي. يعني ايه وان واي؟ يعني طريق واحد، لازم يبقى طريق روحه ورجوع. على فكره الناس دي لو قرت جمال حمدان وقرا تسليم حسن وقرا كتاب مترجم باللغه الانجليزيه لراجل يهودي اسمه فجر التاريخ، المفروض تعيط، ما تهينش مصر دي ابدا. ما دخش كل ما بقرا انا تسليم حسن بعيط. ايه دخل مصر؟ ايه دخل مصر إيه؟ في الاجتهاد هنوها. ايه هنوها؟ هو واحده يعني اللبنانيين لما يجوا السنه اللي فاتت في رمضان ويقول لك الدراما المصريه دراما الدعاره، ده ينفع؟ مين قال كده؟ اقريها يا استاذي، خلي المعدين يجيبوها لك على اليوتيوب. ايوه أسأل. مصر اللي علمت كل الناس كلها الابجديه، هو كل مصر اللي علمت الناس التوحيد، مصر اللي علمت الناس تتكلم ازاي وتعمل ازاي. طب كل ده لينوها على شويه مفاعيص. ثواني، كل الكلام ده طبعا على مسؤوليه استاذ مبيح الوحش. مسؤوليتي طبعا. لا وكل ده عايز هاتولي ختامه ابصم لكم دلوقتي حالا. لا مش عايزين ختامات.